الرئيس السيسي يواجه بالتوسع في مخطط إنشاء المجمعات الصناعية في مناطق جغرافية جديدة على مستوى الجمهورية. تباين ردود الفعل الدولية على تطورات الأحداث في تونس، وواشنطن تدعو إلى إجراء حوار بين الأطراف السياسية. نجيب ميقاتي يبدأ الاستشارات النيابية غير الملزمة لتشكيل الحكومة الجديدة. الثانية عشرة ظهرا في القاهرة العاشرة بتوقيت غرينتش، بانوراما إخبارية تأتيكم عبر شاشة نيل. أهلا بكم. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة لمتابعة جهود توطين الصناعة والبرنامج القومي لإحلال الواردات. كما استقبل الرئيس السيسي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن نائب رئيس الوزراء الأردني نقل للسيد الرئيس تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، معربا عن التقدير العميق الذي تكنه الأردن لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازها بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وكذلك مسيرة العلاقات الثنائية، وكذلك على مستوى آلية التعاون الثلاثي مع العراق الشقيق، ومؤكدا حرص الأردن على الاستفادة من جهود مصر التنموية في كافة المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك، وذلك في ضوء مسيرة التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر. من جانبه طلب السيد الرئيس نقل تحياته إلى شقيقه العاهل الأردني، مشيدا سيادته بالعلاقات الأخوية المتينة بين مصر والأردن وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة، ومعربا عن التطلع لتعزيزها بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري، ومثمنا الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية في إطار رعاية الجالية المصرية المتواجدة في الأردن. وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء قد شهد استعراضا لمجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، مع تأكيد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بما يرقى إلى مستوى السياسية والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين، فضلا عن دفع التعاون بين الجهات المختصة في البلدين فيما يتعلق بمواجهة تداعيات جائحة كورونا. كما تمت الإشادة بالتعاون الثلاثي بين كل من مصر والأردن والعراق، مع التأكيد في هذا الصدد على ضرورة البناء على مخرجات اجتماع القمة الأخير في بغداد في يونيو الماضي، واتخاذ إجراءات ملموسة تسهم في زيادة أوجه التنسيق والتعاون المشترك بين الدول الثلاث، خاصة ما يتعلق بمشروعات الطاقة والربط الكهربائي والمجمعات الصناعية. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد كذلك استعراض آخر مستجدات الأوضاع، خاصة الوضع في لبنان والتطورات في كل من سوريا وليبيا. كما تم تبادل الرؤى فيما يخص تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط والتنسيق القائم بين البلدين الشقيقين في هذا الإطار، حيث أشاد نائب رئيس الوزراء الأردني في هذا الإطار بالجهود المصرية الحثيثة لتثبيت وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وكذا مبادرة مصر لإعادة إعمار القطاع. كما أكد الجانبان على تكثيف الجهود على المستوى الدولي بهدف حلحلة عملية السلام واستئناف المفاوضات لتسوية الأزمة الفلسطينية استنادا لقرارات الشرعية الدولية.
كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. الاجتماع تناول متابعة جهود توطين الصناعة والبرنامج القومي لإحلال الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج لصالح الصناعة الوطنية. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بالتوسع في مخطط إنشاء المجمعات الصناعية في مناطق جغرافية جديدة على مستوى الجمهورية وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك ولتكامل منظومة المجمعات الصناعية مع استراتيجية تعميق المكون المحلي وربطها لوجستياً بشبكة الطرق والمحاور والبنية التحتية الجديدة على مستوى الجمهورية. كما وجه السيد الرئيس بالقيام بدراسات معمقة لنقل التكنولوجيا الصناعية الحديثة في المجالات ذات الأولوية بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية ذات الخبرة العريقة بما يضمن استدامة واستقرار توطين تلك الصناعات داخل مصر على المدى الطويل. وقد وجه السيد الرئيس أيضا بتطوير منظومة المدارس الفنية الصناعية المختلفة ورفع قدرات العاملين بها وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص ودعما للتخصصات الصناعية في القطاعات المختلفة التي تصب في صالح خطط التنمية الشاملة في مصر. وقد عرضت السيدة وزيرة التجارة والصناعة أهم نتائج الجولة الخارجية التي قامت بها مؤخرا إلى عدد من الدول العربية والأسيوية والأفريقية فضلا عن الترتيبات الجارية لإقامة الجناح المصري في معرض إكسبو دبي والذي سيضم عرضا للقطاع السياحي وكذلك القطاعات الاقتصادية الكبرى والمشروعات القومية التي تبنتها مصر خلال الأعوام الماضية فضلا عن استضافة عدد من الفعاليات المختلفة على مدار 6 أشهر بدءا من أكتوبر 2021 وذلك بهدف إلقاء الضوء على المبادرات التنموية الرائدة التي تبنتها مصر على كافة المستويات خلال السنوات الماضية فضلا عن إعادة تقديم مصر كوجهة هامة للاستثمارات العالمية بما تحتويه من مقومات وإمكانات وكذلك كمقصد سياحي جاذب. كما عرضت السيدة نيفين جامع أهم الخطوات التنفيذية التي تتم ارتباطا بدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة على المستوى الوطني بما ينعكس بصورة إيجابية على أداء القطاعات الصناعية ذات الأولوية والتغلب على أبرز العقبات التي تواجهها وذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية بما فيها إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على اللوائح والقوانين الحاكمة للأنشطة الصناعية ومراجعة آليات الحصول على الموافقات والتراخيص الصناعية فضلا عن تعزيز عمليات الاستثمار الصناعي في الأنشطة الإنتاجية ذات الصلة بتوفير احتياجات السوق المحلي من مستلزمات الإنتاج الأولية والسلع الوسيطة وكذلك دعم الأنشطة الصناعية المرتبطة بعمليات التصدير إلى جانب تشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي وتيسير عمليات توفير المواد الخام اللازمة للصناعة. يستكمل مجلس النواب مناقشة باقي مواد مشروع تنمية البحيرات والثروة السمكية. كان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب قد رفع الجلسة العامة للبرلمان أمس ووافق خلالها على 61 مادة بمشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية. وللمزيد من المتابعة انضم إلينا من مقر مجلس النواب مراسل النيل رمضان المطعاني. رمضان أرحب بك ويعني حدثنا بشكل أكثر تفصيلا عن جلسات اليوم في مجلس النواب. نعم، لليوم الثالث على التوالي يستمر مجلس النواب خلال جلساته العامة في مناقشة هذا القانون المقدم من الحكومة والخاص بالتقرير الذي قدمته لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي وعدد أيضا من مكاتب اللجان الأخرى نظرا يعني هذا القانون ودخوله في عدد من الوزراء والتخصصات. يمكن يهدف هذا القانون وهذه المناقشة إلى يعني مباشرة هذه الاختصاصات في كل في وزارة
تابعة للري أو تتداخل في البحيرات والثروة السمكية. يمكن هذا القانون الذي يتكون من 69 مادة تم مناقشة حتى الآن حوالي 67 مادة من إجمالي مواد هذا القانون التي يعني تقدمت بها الحكومة، نظرا لأن القانون الحالي أو القانون القديم الذي ربما به بعض الاختصاصات المتضاربة بين كافة الوزارات، حيث لا يكون هناك تنسيق كاف لحماية البحيرات والثروة السمكية بكافة جهاتها، خاصة في الوقت الذي تعمل فيه الدولة المصرية على الحفاظ على البحيرات وإعادة تأهيلها، وأيضا المشروع الخاص أيضا بالمصارف والترع وتبطينها، وكذلك كل ما يخص يعني وزارة الري التي يعني تتخطى المساحات الخاصة بها حوالي 50 كيلو متر بالنسبة للترع والمصارف، وبالنسبة أيضا لعدد البحيرات المتواجدة أيضا في مصر. لكن القانون في مادته الأولى الذي يقول أو ينشأ هيئة اقتصادية خاصة للبحيرات والثروة السمكية وتكون تابعة مجلس الوزراء، يمكن هذا القانون يعني الذي يهدف إلى حيث الثروة السمكية والبحيرات بعدد من الاختصاصات وعدد من المواد الخاصة بالقوانين التي تشمل عددا من الجهات تصب كلها في حماية هذه يعني الثروة السمكية والبحيرات. أيضا من بعض المواد التي تم مناقشتها خلال الثلاثة جلسات وهذه الجلسة يعني الأخيرة في هذا الأسبوع التي سوف تكون يعني المناقشة الأخيرة والموافقة النهائية لهذا القانون أو إرساله إلى مجلس الدولة أيهما بحسب يعني القرار الذي سيصدر في نهاية هذه الجلسة، بأن تكون أيضا بعض المواد الخاصة بهذا القانون هو عدم إقامة أي من السدود يعني على البحيرات إلا بموافقة الجهات المختصة، وأيضا التي تستخدم في يعني إحدى الجهات الخاصة بوزارة يعني الزراعة أو الحفاظ على الرقعة الزراعية. أيضا من بين أيضا المواد التي تم مناقشتها في مشروع هذا القانون هي الخاصة بالصيد ومراكب الصيد ووضع رقما مسلسلا على كل من المراكب التي تتم الصيد في هذه البحيرات، وأيضا استكمالا أيضا لهذه المواد عدم استخدام أي من المواد أو المعدات الثقيلة أو الآلات بخلاف التي تم التصريح بها من قبل الجهات المختصة لاستخدامها أيضا في الصيد. ربما يعني في يعني اللحظات الأخيرة من الموافقة على المواد المشروع النهائية 69 مادة بكل مشتملاتها، حتى الآن يستمر المجلس في مناقشة هذه المواد، ربما وصلنا إلى المادة يعني الأخيرة وتم مناقشتها في هذه اللحظات. أشكرك شكرا جزيلا مراسل أنيل رمضان المطعاني، كنت معنا مباشرة من مقر مجلس النواب. أكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي الذي أعفاه الرئيس التونسي من مهامه استعداده لتسليم السلطة إلى الشخصية التي يختارها قيس سعيد. هذا وقال رئيس التونسي قيس سعيد خلال لقاء مع عدد من رؤساء المنظمات الوطنية إنه اتخذ قراراته الأخيرة على خلفية بلوغ الأوضاع في مؤسسات الدولة حدا غير مقبول ووجود من يسعى إلى تفجير الدولة من الداخل. قرارات اللحظة الأخيرة لإنقاذ تونس من الخطر الداهم، يؤكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنها تتناغم مع الشرعية والمشروعية وجاءت بتوافق مع إرادة الشعب. وفي لقائه برؤساء المنظمات الوطنية أكد الرئيس التونسي أن الخطر بلغ حدا غير مقبول، فاستخدم صلاحياته الدستورية لإنقاذ البلاد من الانفجار الداخلي. تواصلت الأوضاع إلى حد لم يعد مقبولا في كل مؤسسات الدولة، كان هناك من يسعى إلى تفجير الدولة من الداخل. الدولة هي مجموعة المرافق العمومية لم تعد تعمل، استشرى الفساد، صارت اللقاءات تتم مع من هم مطالبون للعدالة ومع من نهب ثروات الشعب التونسي. وأثارت ولا تزال قرارات سعيد حالة من الجدل في الشارع التونسي، لكن سعيد الذي اتجه إلى الشارع بعد قرار تجميد البرلمان وإعفاء الحكومة
طمأن المواطنين بأن الدولة قائمة، داعيا إياهم إلى التزام الهدوء وعدم الرد على الاستفزازات. أتحدث أيضا إلى الشعب التونسي التزام الهدوء وعدم الرد على الاستفزازات وعدم إلى أي تحذير للتصريحات والشائعات التي تحتفظ الطرف. لا أريد أن تسير قطرة دم واحدة. هناك القانون، والقانون يطبق على الجميع. وفي سبيل قطع الطرق على أي خروقات، أعلن الرئيس التونسي فرض حظر التجوال من الساعة 7 مساء وحتى الساعة 6 صباحا حتى يوم الجمعة 27 أغسطس. وأصدر الرئيس التونسي قرارا بتعطيل العمل بعدد من مؤسسات الدولة، وذلك لمدة 2 يوم. كما أصدر أمرا بإقالة كل من وزير الدفاع إبراهيم التاجي ووزيرة العدل بالإنابة حسناء بن سليمان، وذلك غداة قراره، تجميد أعمال البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه. وأثارت التطورات المتلاحقة في تونس ردود فعل متباينة عربي دوليا. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عصام الكاشف، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أستاذ عصام، برحب بحضرتك. ويعني من أين سيبدأ الرئيس التونسي قيس سعيد خطوات إعادة تونس إلى المسار السياسي الصحيح عقب القرارات التي اتخذت؟ تحية ليك يا أستاذ ليلى، وتحية للمشاهدين الكرام. التونسي تجاوز هذه المرحلة بالخطوات الإيجابية الفاعلة على الأرض، حرصا على الدماء التونسية والدولة ووحدة وسلامة الأراضي التونسية، مع الحفاظ على لا تراوح ثورة ياسمين الأراضي التونسية. أيضا الرئيس التونسي بقدره الاستراتيجية وتقديره للموقف اتخذ عدد من الإجراءات جعلت العدو قبل الصديق تقف إلى جانب هذه القرارات. نعم. هشام المشي ورئيس الوزراء حاول أن ينجو بنفسه من هذه المعركة التي عرف من أول ساعة أنها خاسرة بالنسبة لحركة النهضة، فنجا بنفسه وقال بأنه يستجيب لكافة القرارات التي أصدرها الرئيس قيس سعيد، وأنه سيسلم السلطة طواعية لمن سيختاره ويرشحه الرئيس التونسي المنتخب. وعلينا أن نؤكد على أنه الرئيس الشرعي المنتخب في انتخابات نزيهة يشرف عليها القضاء تحت سمع وبصر دول العالم أجمع، وهو ما ألجم كافة القوى المعادية للديمقراطية في تونس وما يحدث على أرض تونس للحفاظ على دمائها واقتصادها ووطنية ووحدة وسلامة أراضيها.
بل الأدهى والأمر من هذا أنه أتاح الفرصة أمام من كان موقفه مذبذبا ومترددا أن يغير موقفه ويعود مرة أخرى ليعترف بالحق. فنرى اتحاد العمال ما بات يعرف باتحاد الشغل في تونس قد رجع موقفه وأيد قرارات الرئيس وأكد أنه داعم للشرعية وداعم للديمقراطية وداعم للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي التونسية. أما من أين بدأ؟ فالرئيس التونسي بدأ بالفعل. البعض يقول الأهم هو اختيار أو تسمية رئيس الوزراء، وهل سيكون صاحب خلفية عسكرية أو صاحب خلفية اقتصادية أو صاحب خلفية. أؤكد لك بأن الرئيس التونسي لديه رؤية واضحة بشأن المرحلة القادمة، حيث سوف يختار من هو الأصلح للمرحلة القادمة. هذا نعم. الجانب الآخر أن الأوضاع الأمنية تؤكد على الأرض بأن نجاح قوات الشرطة والاستخبارات البوليسية في القبض، إلقاء القبض منذ ساعة على 4 من الشباب معهم كمية لا بأس بها من عبوات النفط الحارقة، كانت ستستخدم ضد الشعب التونسي قبل أن يتم التنفيذ هذه المخطط الإرهابي من جانب حركة النهضة. هذه العناصر كان معها 70 زبادة نفط وهم 4 عناصر. طيب سيد عصام، يعني فيما يتعلق بالقرار المتخذ بتعطيل العمل بالدستور، يعني هي فترة مؤقتة، هل بعدها سنشهد العمل على دستور جديد للبلاد ربما بصلاحيات أوسع للرئيس، أم يعني ما هو المنتظر فيما يتعلق بالدستور؟ من قال أن الدستور التونسي معطل؟ ده الرئيس التونسي بشكل مؤقت استند إلى الفصل 80 في كل قراراته من الدستور. الدستور لا يعطل بل هو يعمل تحت مظلة الدستور التونسي. هذا من جانب. الجانب الآخر هو عطل صلاحيات مجلس النواب التونسي، وهناك فارق كبير، بل بالعكس هو يسعى الآن اجتماع اليوم مع المجلس أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يؤكد حرصه على أن يستمر الأوضاع في إطار دستوري قانوني، وأنه يسعى إلى التشاور مع كافة القوى الوطنية والمؤسسات لتسمية المحكمة الدستورية، من سيأتي لإدارة المحكمة الدستورية. الرئيس التونسي يسعى بلقائه أيضا مع كافة القوى والحراك الوطني من منظمات اجتماعية ومنظمات سياسية ومنظمات المجتمع المدني لتوضيح الرؤى حول أي من الملابسات التي كانت قد وقعت أو ادعتها حركة النهضة أو أنصارها سواء كانوا في الداخل أو في الخارج أو بعض القوى الخارجية التي لها مصالح داخل تونس وتسعى للحفاظ على مكتسباتها. هذا يؤكد أن الرئيس حريص على تطبيق وتنفيذ الدستور، وأيضا هو المظلة الشرعية التي يحتمي بها الشعب التونسي في المقام الأول. نعم. والرئيس التونسي أشكرك. المنتخب في المقام. نعم. الأول. شكرا جزيلا لك أستاذ عصام الكاشف، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. بدأ رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي اليوم استشارات تشكيل الحكومة الجديدة بلقاء الكتل النيابية في مقر البرلمان، وهي استشارات تسبق عادة المفاوضات الصعبة غير الرسمية بين الأحزاب السياسية. واستهل ميقاتي الذي ترأس حكومتين في السابق الاستشارات بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري وكذلك رئيس الوزراء الأسبق النائب سعد الحريري زعيم كتلة تيار المستقبل، كما يلتقي ميقاتي رئيس الوزراء الأسبق النائب تمام سلام ونائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلي فردلي. وفي ختام المشاورات يلتقي رئيس الوزراء المكلف بالنواب المستقلين ويبلغ عددهم 9 نواب. في مهمة صعبة بعد عام فشلت فيه محاولتان لتشكيل حكومة تتولى مهمة إخراج لبنان من دوامة الانهيار الاقتصادي المتسارع، كلف الرئيس اللبناني ميشيل عون رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي
بتشكيل هذه الحكومة التي طال انتظارها. عون أجرى استشارات نيابية ملزمة حظي خلالها ميقاتي على 72 صوتا مقابل 43 نائبا امتنعوا عن التسمية، بينهم نواب كتلة التيار الوطني الحر بزعامة عون. أنا عارف خطوة صعبة، ولكن بقلكم أنا مطمئن، أنا مطمئن، صار لي فترة عم بدرس الموضوع. لو ما كان عندي الضمانات الخارجية المطلوبة وما عندي أنه صار حان الوقت في حدا بده يكون في طليعة هالموضوع ليحد من تمدد النار، ما كنت أقدمت على ذلك. ميقات اعترف بصعوبة مهمته، لكنه عول على تضافر جهود الجميع معا للخروج من هذه الأزمة. لوحدي ما عندي عصا سحرية ولا بقدر أعمل العجائب. نحن يا أخوان بحالة صعبة جدا وكلكم عارفين. الأخ بيسألني هلأ ليش حزين؟ طبعا مهمة صعبة، ولكن هالمهمة بتنجح إذا تضافرت كل جهودنا بإيدنا بإيد بعض، إذا كلنا سوا كلياتنا إيدنا بإيد بعض. وكان الحريري قد أعلن اعتذاره منتصف الشهر الحالي عن عدم تشكيل حكومة جديدة بعد 9 أشهر على تكليفه، وقبله اعتذر السفير مصطفى أديب عن إتمام المهمة جراء الخلافات بين القوى السياسية. ويبدأ ميقاتي هذا الأسبوع استشارات التشكيل بلقاء الكتل النيابية في مقر البرلمان، وهي استشارات تسبق عادة المفاوضات الصعبة غير رسمية بين الأحزاب السياسية. ويقع على عاتق الحكومة المقبلة التوصل لاتفاق مع صندوق النقد كخطوة أولى لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية التي صنفها البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت السيد أحمد عز الدين المحلل السياسي. سيد أحمد، نجيب ميقاتي بدأ الاستشارات الخاصة بتشكيل الحكومة في خطوة يعني تأتي مع مفاوضات صعبة مع الأحزاب السياسية، وأيضا بعد فشل محاولات تشكيل الحكومة من قبل. ما هو المتوقع إذن من هذه المشاورات؟ يعني عادة هذه الاستشارات التي يجريها الرئيس المكلف هي إجراءات أو استشارات شكلية، وحتى المواقف التي تصدر في مثل هذه الاستشارات تكون عامة وكلها تدعو إلى تشكيل حكومة وحكومة وطنية بعيدا عن المحاصصات والحسابات الطائفية. ولكن فيما بعد تبدأ البحث، يعني وكما لاحظنا يعني حتى الآن أن كل الكتل الأساسية قالت أنها لا تريد حقائب ولا تريد، وهذا يذكرنا بحكومة أو المرشح أديب الذي قبل سنتين، الذي أيضا كل الكتل طالبت أو دعت إلى عدم يعني مطالبة بحصص أو قالت أنها لا تريد أي حقائب، ولكن في بعض أدخل في نفق اضطر إلى الانسحاب. يعني أعتقد أن هذه الحكومة ربما اليوم نتيجة الوضع الاقتصادي الضاغط قد يكون هناك يعني نوع من التراجع إذا كان معطوفا على الضغط الدولي. وإن كنت أنا شخصيا لا أراهن كرنا موضوع الضغط الدولي أو العقوبات، لأن القوى السياسية في لبنان ترمي كل هذه الأمور خلف ظهرها ولا يعني تحسب حسابا لهذه الضغوط أو للعقوبات أو ما شابه، لكن ربما تحسب حسابا لانفجار الشارع، لأن الموضوع قد وصل إلى يعني مرحلة لا يمكن احتمالها. ولاحظنا أن الوضع يعني مجرد الحديث عن تكليف رئيس حكومة قد انخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء من 22,000 للدولار إلى 16,000. نعم. إذن يعني مرور لبنان الآن بأزمة اقتصادية من وجهة نظرك لن يسرع وتيرة تشكيل هذه الحكومة في مقابل الحصول على دعم مالي دولي؟ نعم، هو يعني الدعم الدولي وصندوق النقد الدولي والدول التي يمكن أن تساعد لبنان في استثمارات أو تقديم مساعدات تشترط قيام حكومة، وحكومة أن تكون يعني ليست حكومة محاصصة أو ليست حكومة طوائف، بل تكون حكومة يعني حكومة إنقاذ وطني إخراج لبنان من أزمته. ولهذا أعتقد أن يعني ربما يكون بعض التراجع يعني في هذا الموضوع، لأن يعني الخشية ليس من العقوبات كما أشرت، بل الخشية من انفجار الشارع، لأن الوضع أصبح لا يحتمل، خصوصا ونحن على أبواب
الفكرة الأولى الانفجار المرفأ الذي يعني دمر جزء كبير من بيروت، والذي ربما يكون هو مدخل، وهناك استعدادات لتحركات كبيرة في هذه الفترة، وربما يعني يراد استباق هذه الأزمة بإشارات إيجابية من قبل السلطة لتجنب المواجهات في الشارع. شكرا يعني شكرا جزيلا لك سيد أحمد عز الدين المحلل السياسي، كنت معنا من بيروت. العودة إلى الشأن المحلي، تعتزم الدولة الانتهاء من مشروع تطوير مثلث ماسبير وخلال العام الجاري، وبلغت نسبة الانتهاء من الأعمال داخل المشروع حتى الآن نحو 80%. تطوير سيغير وجه تلك المنطقة حضاريا، ف74 فدانا هي مساحة منطقة مثلث ماسبيرو. تقوم الدولة بتنفيذ مشروع قومي بها على مساحة 40 فدانا يتمثل في أبراج سكنية كسكن بديل لنحو 4500 أسرة هم سكان المنطقة، ومبان وأبراج استثمارية تلائم طبيعة المنطقة التي تقع في قلب القاهرة. العمل بدأ في 6/2019 في مرحلة الإنشاءات وانتهينا منها تماما، وشغالين في مرحلة تشطيبات منذ أكثر من 10 شهور، والعمل شغال 24 ساعة، وإن شاء الله في نهاية 21 هتكون الوحدات جاهزة للتسليم للسكان اللي راغبين في العودة مرة ثانية إلى مثلث ماسبيرو. طبعا الموضوع ما كانش سهل، الموضوع بالذات ان احنا كمان شغالين على ارتفاعات عاليه، بتتكلم في حوالي 22 دور، بتتكلم في سقالات، بتتكلم في اوناش. الموضوع طبعا كان فيه تحديات جامده، وكان فيه لازم يبقى فيه صرامه في الموضوع، ولازم يبقى فيه في شده من شويه اكتر من كده، فالموضوع طبعا صعب اكيد، بس الحمد لله قدرنا ان احنا نوصل النهارده واقفين على اخر سقف بدون نقدر ان احنا نسجل اي حدث جسيم في الموقع الحمد لله. الإسكان أعلنت عن الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع والمتمثلة في الهيكل الخرساني، فيما تتبقى أعمال التشطيبات لتصل نسبة الإنجاز بالمشروع نحو 80%. خمس أبراج تم انتهاء أعمال المباني فيهم بنسبة 90% بالنسبة لأعمال المباني الداخلية أو أعمال المباني الخارجية في الدائر الخارجي. حاليا طبعا التشطيبات بتنقسم لكذا بند، من البند الثاني اللي بيشتغل بعد المباني عندنا بند المحاره الداخليه برضه نسبه الانتهاء منه تكاد تصل ل 70%. يعني لو في مثلا احنا عندك فوق شغال في مجموعه من الشقق شغال اعمال مباني، تحت انت خلصت مباني، خلصت طبيات داخلي، خلصت باكه، خلصت كهرباء، حاليا شغال دهانات. كما يتم تنفيذ مشروع ابراج النيل في الجهه المطله على الكورنيش بواقع ثلاثه ابراج من 534 وحدة بارتفاع 30 طابقا، بالإضافة إلى برجين فندقي وسكني وإداري على شارع الجلاء بارتفاع 16 طابقا. أبراج النيل ماسبيرو بتطل على النيل مباشرة، في الدور 26 موجود عندي منشأ معلق في 8 وحدات و2 فيلا، في عندي برضو 2 بوديوم، في عندي 3 جراج تحت الأرض، في محطة كهرباء اللي هتخدم منطقة مثلث ماسبيرو الكامل موجودة في أبراج النيل ماسبيرو، في عندي دور ميكانيكي لخدمة الأبراج. وصل معدل الاستثمار في المشروع حتى الآن نحو 1,700,000,000 جنيه، ولا تزال الأعمال مستمرة. في 2019 كان يصنف هذا المكان ضمن مناطق الخطورة الداهمة التي يستحيل العيش فيها، لكن اليوم فهو مشروع قومي سكني استثماري يليق بالدولة المصرية أولا والمواطن ثانيا. من أعلى نقطة في أبراج ماسبيرو، أشرف مبارك، النيل. ونشرتنا مستمرة وفيها ولكن بعد الفاصل. بعد جمود دام عامين ونصف العام، الكوريتان تتفقان على إعادة قنوات الاتصال وتحسين العلاقات بينهما. ونتحول معكم الآن لمتابعة أبرز الأنباء الاقتصادية وزميلة حنان عاطف. إليك حنان. شكرا جزيلا لك ليلى. إذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نظرة على مستجدات ساحة المال والأعمال وأهم ما فيها. وزير البترول يشهد توقيع 4 عقود للبحث عن الذهب في الصحراء الشرقية مع ثاني أكبر شركة على مستوى العالم.
شهد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا اليوم توقيع هيئة الثروة المعدنية 4 عقود للبحث عن الذهب مع شركة باريك جولد الكندية، ثاني أكبر شركة للتنقيب عن الذهب في العالم. وأعلنت الوزارة أن هذا أول استثمار للشركة في مصر، حيث ستبحث عن الذهب في 19 قطاعا بالصحراء الشرقية بإجمالي استثمارات 8.8 مليون دولار. تعد باريك جولد من بين 11 شركة عالمية ومصرية فازوا بعطاء للبحث عن الذهب في نوفمبر. شمل ذلك العطاء 320 قطاع بمساحة إجمالية 56,000 كيلومتر مربع. عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية دكتور عاصم الجزار اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ الأعمال بمشروع تطوير جزيرة الوراق وإنشاء مجتمع عمراني جديد يتمثل في مدينة الوراق الجديدة على أراضي الجزيرة، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لوحدات الإسكان البديل الجاري تنفيذها بالمدينة الجديدة لمن يرغب من السكان في العودة إلى الجزيرة بعد تطويرها، حيث يجري تنفيذ 18 برجا سكنيا وجاري تنفيذ أعمال التشطيبات بعدد من الأبراج. وأشار وزير الإسكان إلى أن مدينة الوراق الجديدة هي إحدى مدن الجيل الرابع التي يتم تنفيذها على مستوى محافظات الجمهورية. أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج وجود توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشجيع المنتجات الحرفية والمشروعات متناهية الصغر. وأشارت القباج خلال افتتاحها لمعرض ديارنا للحرف التراثية بمدينة العلمين إلى وجود خطط لإقامة المعرض في عدد من الدول العربية في مقدمتها المملكة العربية السعودية. في سوق المال ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات جلسة اليوم مدعومة بعمليات شراء من قبل المستثمرين الأجانب، بينما مال المستثمرون المصريون والعرب نحو البيع. وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX 30 ارتفاعا نسبته 28%، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 2.4%. وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 695.4 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت نحو 576 مليون جنيه. قال وزير الطاقة والنفط السوداني جادين عبيد أن أبواب السودان مفتوحة لكافة الشركات العالمية التي ترغب في الاستثمار في قطاع النفط والغاز. وأضاف أن وزارة الطاقة والنفط وضعت خطة عاجلة لزيادة الإنتاج النفطي لتلبية الاستهلاك المحلي والعودة إلى التصدير مرة أخرى، حيث تحرص الوزارة على إزالة التحديات التي تواجه الشركات في قطاع النفط والغاز. قال بنك جي بي مورغان إنه يتوقع أن تظهر أسواق الأسهم في الاقتصادات الناشئة تظهر أداء أفضل في النصف الثاني من العام مع انحسار المخاطر التي تحيط بتأخر حملات التطعيم ضد كورونا والقلق إزاء التباطؤ الاقتصادي في الصين وأيضا قوة الدولار الأمريكي. وأظهر مؤشر MSCI للأسهم في الأسواق الناشئة أداء أقل بنسبة 11% عن الأسواق المتقدمة في الأشهر الستة الأولى من العام، إلا أنه متفائل بشأن سوق الأسهم في البرازيل مع توقع أيضا بأداء جيد لأسواق الأسهم في تايوان وإندونيسيا وتايلاند. وافقت المفوضية الأوروبية بموجب قوانين مساعدات الدول الأعضاء على خطة إيطالية بقيمة 800 مليون يورو لتعويض المطارات وموظفيها عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب تفشي فيروس كورونا وما فرضه من قيود على السفر من أجل الحد من انتشار المرض. وبموجب البرنامج ستتخذ المساعدة شكل منح مباشرة، وسيكون الإجراء مفتوحا لجميع المطارات ومشغلي الخدمات الأرضية بشهادة تشغيل سارية يتم تسليمها من قبل هيئة الطيران المدني الإيطالية. إذن مشاهدينا ومتابعينا الكرام، كانت هذه مستجدات ساحة الاقتصاد. أعود ألتقي بحضراتكم بعد قليل في مستجدات ساحة الكرة والملاعب، ومن جديد إليك ليلى.
شكرا لك حنان. وبالعودة إلى ملفاتنا السياسية، كشفت كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية عن تحسن مفاجئ في علاقتهما الثنائية مع إعلان عودة قنوات الاتصال والتي كانت مقطوعة بينهما منذ أكثر من عام وتبادل الرسائل بين مسؤولين من البلدين. وأفاد طرفان اللذان يعدان عمليا في حالة حرب عن إعادة تشغيل قنوات الاتصال كافة وتبادلهما الرسائل منذ إبريل. يأتي استئناف العلاقات بعدما كانت المحادثات متوقفة بعد عامين ونصف العام من تعثر ثلاث قمم بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ورئيس كوريا الجنوبية مون جي إن عام 2018. كانت بيونغ يانغ قد قطعت في شكل أحادي قنوات الاتصال كافة العسكرية والسياسية في يونيو من عام 2020 بعد تنديدها بمنشورات مناهضة لها اتهمت ناشطين في الجنوب بإرسالها إلى الشمال. ونتحول معكم الآن مرة أخرى لحنان عاطف، لكن هذه المرة في قراءة. وختاما نذكركم بأهم ما جاء في هذه النشرة. الرئيس السيسي يوجه بالتوسع في مخطط إنشاء المجمعات الصناعية في مناطق جغرافية جديدة على مستوى الجمهورية. تباين ردود الفعل الدولية على تطورات الأحداث في تونس، وواشنطن تدعو إلى إجراء حوار بين الأطراف السياسية. نجيب ميقاتي يبدأ الاستشارات النيابية غير الملزمة لتشكيل الحكومة الجديدة. ختام العناوين نصل إلى ختام بانوراما نيل. المزيد من المتابعات على موقعنا الإلكتروني nile.eg. شكرا لكم وإلى اللقاء.